السلام عليكم. الحاجات المهمة في برنامج اوتوكاد بلاند 3D ألا وهي الورك سبيس. الورك سبيس بتغير الواجهة تماما وتخلي بعض الأدوات الخاصة بالشغل بتاعي يظهر. يعني مثلا أنا دلوقتي شغال في 3D بايبنج، ممكن أكون عايز أشتغل في 3D موديلنج. القوائم دي كلها بتتغير الحاجات اللي تناسبني، تمام؟ يعني خلي بالك من الواجهة اللي موجودة في هوم، لما هقول له أنا عايز مثلا 3D موديلنج بيبدأ يجيب لي الحاجات اللي تناسب ال 3D موديلنج. لو انا جيت هنا قلت له انا عايز بي اي بي هيبدأ يجيب لي الحاجات المناسبة للشغل دوت، وهيبدأ يجيب لي برضو الادوات المناسبة. هنا في التول باليت اقدر اجي هنا في التول باليت وادوس رايت كليك وابدأ اختار القوائم الحاجات اللي انا عايز اشتغل بيها، هيسهل عليها لان هو عنده كمية كبيرة جدا من الباليت من التولز، فيبدأ يخفيهم ويبدأ يظهر لي الحاجات المناسبة ليا في الشغل بتاعي دلوقتي.